سيادة الملازم، في مدني جاي هلا من المحور الجنوبي ومبين لي انه مو مسلح. علم تيمور، فتح عيونك وخلي اصبعك على الزناد، انتبه. مزبوط. علم سيدي. وقف، فعيدك، يلا ايدك فوق راسك. انا من ضيعه قريبه، انا راعي من المنطقه. هذا واحد من الرعيان تبعنا، عندنا قطيعين يا ابني، 7 أو 8 رعيان هنن يلي بحرسوهن. مسكوا الكل، الكلاب مسكوهن كلهن، ما بعرف اذا قتلوهن او شو عملوا فيهن. تمام اهدى هلا، مين اللي اخده؟ حطوا كياس على روسهن وضربوهن، كنت جنب النهر عم ارعى هنيك وما شافوني، بجوز يكونوا قتلوهن، اخذوا الكل. تمام الكل. تمام، ركز معي وجاوبني، مين اللي اخذهم؟ هدوك الارهابيين كانوا هون من يومين. يا اولاد الحرام. مين معي؟ انت قائد المجموعه، عرف عن نفسك، مين اللي عم يحكي معي؟ جاوبني، انت قائد المجموعه، قول مين انت. انت باتور. روحوا الواطيين هالوسخين، شو بدهم من الرعيان هالكلاب؟ افتحوا طريق، يلا اتحركوا. سيدي، عم يحاكوني على لاسلكي وقال بدهم يحاكوك لإلك. ما عندي وقت كتير ضيعوا لهيك، اسمعني منيح، انت القائد؟ مع قائد المجموعة، احكي شو رتبتك؟ احكي فوراً ولا تبلش تعلق، اللي بدك تقوله، ما عندي وقت، خلصني يلا. ماشي مثل ما بدك، بظن انه انت النقيب، مزبوط مو هيك؟ بعت لك هدية كتير قيمة، فيك تقول ملاك الموت. قلت له انه الجنود الأتراك بيحبوا الصريخ بالعالي مثل أتاتورك بكوكاتيبي، وانتو كلكم بدكم تكونوا مثله. ما انت اوسخ من انك تجيب اسم اتاتورك على لسانك، ولك احكي اللي عندك، خلصني بلا هالمقدمات. قلت له القناص، مين ما شفت بالاعالي بتقوصه فورا، وان شاء الله تكون انت اللي واقف باعلى نقطه. في قناص راصدنا. اوماي، الكل ياخذوا مواقعهم فورا. حاضر سيدي. تحركوا شباب بسرعه. شو عم تسمعني يا نقيب؟ اذا انت اللي واقف بالقمه فبقول لك مع السلامه. تحركوا. لا، جهزوا حالكم، حضروا للاشتباك. انزل يا ولد. لكن زين يا ولد، رايتنا بترفرف بالعالي دائما بالقمة، انتبهوا، اوعكن توقعوها على الأرض، دائما حاولوا تخلوها بالعالي. انزل يا ولد، لك انزل، عم بحكي معك، انزل من عندك، انزل ولك انزل ولك انزل، انزل من عندك بقى، انزل.
تورغار خيي تورغار 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 حبيبي يا أخي يا روحي يا أخي سيدي الرقيب أمي قدرت ترصد واحد الرقيب أوماي قدرت ترصد واحد أوماي وينه؟ عم يحاول يهرب سيدي شمال لشمال غرب شفته سيدي بتسمح لي أوصل؟ هدي هذا حصتي مساك أنت عم تخاطر سيدي مساك ولا تناقش لا تخليني أعيد أوامري مساك النقيب كرانليك ركض مثل السهم اللي طالع من القوس واللي تجرأ وشافه وشاف الغضب اللي بعيونه صار يرجف لأول مرة بحياتهم حسوا بالشفقة على الإرهاب اللي النقيب كرانليك اتجه لعنده بهداك الوقت لأنه أكيد ما رح يموت موتة عادية أكيد أوكان 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 لوين رايح القائد جاوب أوكان جاوب ما بعرف سيدي أعطاني البارودة وبلش يركض أمي أمي رصدتي أمي أمي اقتلي لهداك الوطي سيدي النقيب كرانليك أمرني استنى كوران تيمور
تحركوا واحموا القائد فورا فورا فورا. أمي كم واحد هنيك؟ ثلاثة سيدي، اثنين منهم انسحبوا والثالث عم يتقدم لساته. خلصي على الاثنين، الثالث للنقيب. علم سيدي. يلا ارفع راسك يا واطي. خلص لقطتك. أوكان وين سيارة النقيب؟ عم بلاحق الثعلب هنيك. ومي السلاح لإلك يا ابن الحرام. الله يحمي لي اياك يا بطل، الله يسلم هالايدين. هذا اخي ولك، هذا اخي يا ابن الحرام. كان اخي لسه فيك روح يا ابن الكلب. عولد عم تتمرجل يا ابن الحرام. ولك هذا اخي كان اخي يا ابن الحرام. ما يطلع حتى العسكر نسل عيلتك يا ابن الكلب. خلص قوم خلص مات. سيدي المكان خالي. هي سيدي هدول هنن اللي اخذناهم منهم. كوران. نعم سيدي. عالج وضع اللابتوب وشوف إذا بيفيدنا. حاضر سيدي مفهوم. نحن أخذنا الشهيد لخيمة باكشياتا وحطيناه فيها. لخيمة باكشياتا؟ ليش أخذته؟ هو طلب هالشي بذاته، ورح ندفن بكرة عصلاة العصر. تمام. الله يرحم روحه. الله يرحمه. بس نحن خلاص تعودنا على التضحية بأولادنا من فترة لفترة يا ابني. قلبي عم يتقطع بس مو طالع بإيدنا نعمل أي شيء. يا ابني هي هي حال الدنيا، شو بدنا نساوي؟ الموت. ما رح نتعود على هذا الشيء. مفهوم يا شيخ؟ على هالشيء ما رح نتعود، على موت أولادنا قدامنا وهنن صغار ما رح نتعود. وعد، نحن رح ننتصر. الله يسمع منك. سيدي شوفي هداك الحقير لما كوران فتح اللابتوب شبك الاتصال فورا. كوران توقعاتك كانت بمكانها. انت النقيب ما هيك؟ وكمان توقعاتي بمحلها، طلعت انت يا ابن الحرام. مين كان بالعالي يا نقيب؟ مين؟ ها؟ عم اسأل حالي، مين ربح هذا الرهان؟ ما عندك فضول تعرف وين جرادينك؟ الضباع ناطرين الليل لياكلوا جثثهم. شو ما بدك تاخذ جثث؟ بجوز يصير في فرصة للقائنا ما؟ والله يا نقيب باتور، هدوك الثلاثة ما بيعنوا لي أي شيء بنوب. إيه بس؟ يا
يا ترى الشباب بيعنوا لك شيء ولا لا؟ احكي. الوقت مانو بصالحكم بنوب. واسمعني، هدول الرعيان بدك ياهن ولا لا؟ عم اسمع، في عندي اقتراح حلو وبظن انه بسيط ومناسب. جماع رجالك وتعوا لهون ومرغوا راسكم بالوحل، وساعتها بترك هدول الرعيان يروحوا بنفس اليوم. ها؟ شو رأيك؟ فكر لي بهالموضوع، لأنه إذا ما عملت هيك وقتها رح انزل برجالك ودمرن ودمرك، وبعدها بدي أحرق كل الناس يلي متخبية بالخيم. رح أحرقن واحد واحد، نسوان وأولاد وأحصنة وخرفان وكلاب وقطط وجاج كمان، كل شيء. رح أحرق كل شيء بيطلع بطريقي، رح دمر كل شيء ولك. وبالمناسبة أنا بتعشى الساعة 8 بالليل كل يوم وبشرب لي كاسين مبيت، والعشاء هاد بضل شي ساعتين، فأنا رح أعطيك وقت لحتى أخلص العشاء تبعي وأشرب الكاسين. يا نقيب، عم يستناك ملاك الموت وجهنم. شو نساوي سيدي؟ سيدي أرجان، بعد المدنيين عن هون. حاضر سيدي. تفضل يا ابني، تفضل. بعدهم عن هذا المكان بأمرك. يلا خلونا بعد، تحركوا. يلا يلا. سيدي بزنصر لازم نقرر شو نعمل. سيدي، فرقة أوغوز. نعم سيدي النقيب. نعم سيدي النقيب. نعم سيدي النقيب. نعم سيدي النقيب. اتركوا أماكنكم وتجمعوا قدامي كلكم. اتجمعوا عندي، اتركوا أماكنكم كلها وتجمعوا قدامي هون بهاي اللحظة. أوغوز 9 اجتماع. قدم الصف. أوغوز استارح. ساعد! حاضرين بكامل الجاهزية! أوغوز 9 لا تطلعوا بالحوامة! انتو سألتوني شو نساوي؟ وأنا النقيب باتور كاران ليك قررت إني ما رح أترك هذا القطاع. أنا رح ضل. الله يحميك سيدي النقيب. أنا ما رح أطلع، رح ضل هون. أنا حكيت مع شيخ هاي العشيرة والرعيان السبعة، بكل حياتهم ما راحوا شافوا المدينة، وبكل حياتهم ما لبسوا كنادر جديدة برجلهم، ولا شافوا مستشفى أبداً أبداً، ولا بحياتهم اتعشوا برا، ولا بحياتهم اشترى واحد منهم ذهب أو فضة أبداً. وهلأ لأنه ابن الحرام هداك بده يمسكنا إلنا، فهنن تحت التعزيز. وباعتبار سألتوني شو نعمل، فأنا ما رح أطلع بالحوامة هاي. مو ظابطة أترك كل شي وراي وأهرب، لأنه ما رح أسمح لأي حدا يموت كرمالي، لأنه المفروض نحن نضل هون لحتى نحقق السلام، ورح ننتقم كرمال الشهيد اللي راح، كرمال وطننا وناسنا وأهلنا اللي لازم نحن نحميهم. الأوامر اللي وصلت من القيادة بتقول ناخذ الحوامة ونتجه فوراً لأنقرة،
هيك الأوامر، وانتو صار عندكم علم فيها. أوغوست 9، أنا خلصت كلامي والقرار عندكم، ما حدا رح يجبركن على شيء، والقرار لكم. نحن معك للموت. أنا دائماً جنبك سيدي. نحن معك سيدي نقيب. أكيد أنا معكم سيدي. سيدي خلينا نبلش بأسرع وقت. نحن معك للموت سيدي. نحن معك للموت سيدي نقيب. حتى لو قلت لي اطلع بالهليكوبتر ما كنت رح اطلع سيدي، وما كنت رديت عليك. مستحيل نترك الناس ونروح ونخليهم لهدوك الأوباش واللي بخاف من الموت. أبداً ما اسمه جندي سيدي. طلبني على الموت بلبيك. ما رح يروح. ايه الحمد لله ما رح يروح. ايه الحمد لله. ما سمعت الكابتن؟ الحمد لله. الله يحميكم يا هدهدي، الله ينصركم على أعدائكم. سيدي الحوامي هبطت بنجاح هلا، وراح تبلش عملية الإخلاء. شكراً يا نقيب. الحوامات وصلت لهنيك، بس عندي إحساس غريب كتير. أهلين كابتن أمين. انبسطت بشوفتك أخي كرانليك. تعرف أنه بعد التقاعد حابب عيش بخيمة ومكان مثل هذا؟ مريح المكان على فكرة، وحلو، بيحسس بالسلام. وقررنا نخالف الأوامر. سيادة النقيب؟ يعني أنتوا هلأ قررتوا ما تجوا معنا؟ والله يا كابتن أمين، لا أنا ولا المجموعة. بس هيك الأوامر بتقول. الموضوع معقد كتير، نحن لازم نضل هون، وفي حساب لازم نصفيه. القصة فيها دم، وإذا تركتوا المنطقة رح يرجعوا المسلحين يهجموا على الناس، ما هيك القصة؟ 100% هيك. ما أجينا لهون بهليكوبتر مقاتلة، هي الهليكوبتر مخصصة للنقل بس. مفهوم كابتن، وأنا ما رح أطلب شي منك. فيني وصلكم لأي مكان بتريدوا؟ بالحوامة مو ظابطة، لأنه عنده الرهائن، وإذا سمعوا صوت الحوامي رح يعدموهن. بس أنا... أنت التزم بتعليماتك ولا تخاطر بنوب، بس بدي كل الزخيرة اللي معك بعد إذنك كلها كابتن. تكرم، بس أكيد في شيء نحن منقدر نعمله، ما هي؟ في، ضلوا معنا وخلونا نجدد العهد مرة تانية. الله يحميك كرانليك.